هذا وأكد مواطنو المملكة في الخارج سهولة إدلائهم بأصواتهم في سفارات وقنصليات المملكة في 24 دولة، معبرين عن اعتزازهم بالمشاركة الشعبية الواسعة التي شهدتها الجولة الأولى من الانتخابات. أكيد اليوم أنا فخورة كبحرينية موجودة في دولة الكويت أن أجي وأسوي الواجب الوطني، وما تقصر أكيد سفارتنا وأبوابها دائما مفتوحة لنا، وشكرا لكم على هذا الاستقبال وشكرا للبحرين، ودائما إن شاء الله هذا العرس الوطني يكون مستمر، وكل التوفيق لكل النواب إن شاء الله. طبعا جينا اليوم سفارة مملكة البحرين في دولة الكويت الشقيقة، أدلينا بأصواتنا للانتخابات البلدية والنيابية. طبعا كانت تتميز الإجراءات بالسهولة وما أخذت منا أي وقت. نشكر سفارة البحرين على الجهود اللي بذلوها للانتخابات البرلمانية والنيابية. استجابة للواجب الوطني جئت إلى سفارة بلدي لكي أرشح للمجلس النيابي، والحمد لله الإجراءات ميسرة واستقبال كان فوق الممتاز، وحفاوة لمن جاء لكي يدلي بصوته. اليوم ما شاء الله جايين عشان ننتخب ونعيد انتخابات، نختار اللي هو مناسب لنا وإن شاء الله يكون هو الأجدر. والانتخابات ما شاء الله الإجراءات وايد سهلة. الوطنية هذا شيء مختلف، يعني اللي عنده ولا لازم يقدم ولاء، والبحرين تستاهل، وإحنا شعب طول عمرنا وفي، وأتمنى أن المرشحين يسوون الواجب اللي عليهم مثل ما إحنا قمنا بالواجب اللي علينا. هنا جلالة الملك بهذا العرس الديمقراطي، والسفارة ما قصروا يعطيهم الصحة والعافية، والحمد لله ما في أي تأخير منهم، الأمور سهلة إن شاء الله.